اسامه عوده واقف حاليا في ملعب المباراه، هيكون معاه اتفضل. الكابتن محمد عبد الكريم المدرب العام للنادي المصري البورسعيدي. اتفضل يا اسامه. يعني تحياتي ليك عوده وتحياتي للكباتن اللي في الاستوديو. قول الحمد لله على النقطه زي ما انت قلت، افضل من الهزيمه. ماتش صعب، المقاولين بيمر بظروف صعبه، احنا النهارده في حاله اجهاد، ماتش مفروض فرص كتير، ليه ولا لينا ولا ليهم يعني. فالحمد لله على النقطه احنا راضيين بيها، وصلتنا للنقطه 52 وخلتنا نحافظ على المركز الثالث ونبعد شويه عن اللي تحت. اخر ماتشات في فرقه ما بتكسبش بقى لها 7 8 ماتشات، لكن انت من الفرقه الكبيره لما تاخد 10 نقط من 12 دي حاجه ايجابيه بالنسبه لنا في اخر 4 مباريات. فبقول الحمد لله على النقطه وهارد لك نادي المقاولين، بنتمنى لهم التوفيق الفتره الجايه، لان بيمر بظروف صعبه جدا يعني مع الكابتن عماد. نتمنى نادي المقاولين التوفيق في الماتشات اللي جايه. تفوز على التوالي النهارده بتتوقف الانتصارات، هل التوقف خلال الايام اللي فاتت ده يعني اضر بالمصري شويه؟ لا ما اقدرش، احنا التوقف كان كويس جدا ورحنا بورسعيد، وبرضه خلي بالك الهدف اللي احنا كنا واصلينه ان احنا نلعب في افريقيا، فبرضه اللعيبه ريحت شويه وهو ده اللعيب المصري. لكن انا بقول ان احنا في اهم حاجه في الخمس ماتشات الجايين ان انا اجمع اكتر عدد من النقط، سواء بالتعادل او سواء بالمكسب ان شاء الله. فهي دي النقطه، عشان عايزين عندنا هدف ان احنا نفنش في المركز الثالث. فالنهارده النقطه دي نفعت كتير جدا، ان وصلنا 52 اللي تحتينا 47، فخمسه بونت برضه وناقص 4 ماتشات بتدينا اريحيه شويه. فنتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه نستعد لماتش الاهلي يوم الجمعه اللي جايه. فبقول للعيبه فوق دايما لما بتنهي الموسم في مركز كويس وانت مستواك كويس بتفرق معاك في بدايه الموسم الجديد. فهنقعد مع اللعيبه النهارده وهنقول لهم لازم يفوقوا الماتشات اللي جايه، لكن انا بقول بحييهم على السيزون الطويل ده وعلى الهدف اللي هم وصلوا له، وان شاء الله نحافظ هدف الجهاز كله والنادي والجمهور ان احنا نحافظ على المركز الثالث وان شاء الله هنوصل له. هل هدوء الاعصاب هيبدا بقى الجهاز الفني الفتره اللي جايه يريح بعض اللاعبين، يعيد المصابين مره ثانيه للصوره، اللعيبه اللي كانت مستبعده هترجع؟ عايز اعرف منك بقى اخر الكواليس. احنا ما عندناش لعيبه مستبعده، احنا عندنا احمد عيد ومحمد طارق مع منتخب اولمبي، عندنا دغمون بس كان خد خبطه امبارح، هو ده اللي بره، اسلام عطيه لسه اصابه. فكل اللعيبه اللي موجودين النهارده 18 لعيب، مين اللي غايب عندنا؟ هو دغمون والياس قناوي في الجزائر عنده مشكله بيخلصها، فما عندناش لعيبه. فاللعيبه دي هي نفس اللعيبه اللي هتفنش الموسم. ممكن الكابتن علي يفكر ان هو يدي واحد او اثنين عشان نريح بيهم ناس، لكن ما عندناش لعيبه، ده صعب. الاجهاد طال الفرق كلها مش احنا بس، بما فيهم اهلي وزمالك وبيراميدز. فبنحاول نعمل استشفاء كويس، نعمل ريكفري كويس عشان